بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا لما صارت الحرب الآن ما بين روسيا وأوكرانيا طفى على السطح إيش النساء الجميلات الأوكرانيات المجندات، يعني لدرجة أنه طبعا للأسف إحنا يعني هذا شيء يزعل أن إحنا المسلمين كثير من الشباب، ما بقول الكل طبعا، كثير من الشباب وفي الواتساب شوفوا الجندية، يا ريتني أجاهد مع الأوكرانيات، يا ريه انا بروح في الجيش الاوكراني ابي اجاهد. شو تجاهد يا اخي؟ اتقي الله، لا تنجس كلمه الجهاد بافكارك الشيطانيه البهيميه. واحيانا تقول لا انا اضحك يا اخي، لا تجيبون طاري الاسلام والجهاد في سبيل الله، وانك والله شفت واحده شقراء ولا حلوه اوكرانيه حاطينها بزي عسكري وبروح اجاهد وياهم وبروح اقاتل وياهم. شو تقاتل وياهم؟ روح يا حبيبي حرر فلسطين، روح يا حبيبي حل مشاكل بلادك، روح يا يبا شوف الطغيان والظلم، روح دافع عن العلماء المسجونين ودافع عن، اتركوا عنكم الكلام الفاضي. يعني فعلا صراحة يعني تدخل جروبات الواتساب أحيانا يحط لك صور المجندات الأوكرانيات والعسكريات الأوكرانية، شوف جمالهم وشوف حلاوتهم وشوف ما أدري شنو وشوف يا أخي، حلوا مشاكل الأمة، تكلموا عن ما يفيد. يعني حتى الضحك والهزل في هالأمور هذه والله لا تجوز شرعا، ان احنا نروح نقول نجاهد مع الأوكران. شو الكلام الفاضي؟ عموما مش هذا الموضوع. الموضوع اخواني الافاضل اللي انا بوصل لكم اياه، ليش في بنات في الجيش الأوكراني؟ ليش في نساء في الجيوش الأوروبية؟ ليش في نساء في الجيش الأمريكي وفل؟ ليش دخلوا الحريم في الجيش؟ المرأة أصلا لم تخلق لتقاتل، كتب عليكم القتال للرجال، مش كتب عليكم القتال للحريم. النساء الله كرمهم أنها تكون زوجة، أنها تكون أم، أنها تكون امرأة صالحة في البيت. نعم، وطبعا أنا لا أنكر أن على مر العصور كانت النساء، بعض النساء يشاركون بهدف التطبيب، يعني كانوا النساء موجودين في الصفوف الخلفية إذا حد مثلا، أنا أقول لك يعني بعض أقول لكم بعض الجيوش مش كل الجيوش، الطب ممرضة وهكذا، يعني لها أدوار تناسب أنوثتها. ولكن السؤال اللي أنا بوصل لكم إياه، ليش الغرب وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تعمد إدخال النساء في الجيوش؟ ليش؟ مساواة، حرية، حقوق المرأة، سيم الرجل والمرأة سيم. لا يا حبيبي، لا يا يبا، هالشياطين ما يسوون شيء لله. فهذه الحلقة عبارة عن معلومات لابد أن توصل للجميع، لجل نحن نكشف لكم حقيقة هالشياطين. الغرب كله عبارة عن بشر، والله إن إبليس هذا الآن مسكين قاعد يلطم، قاعد قرونه هذه قصها من كثر ما شاف شياطين البشر. اخواني الافاضل، لما بدات الجيوش وخاصه الموضوع بدا مع مين؟ مع قوات البحريه كانوا يطلعون في السفن شهرين، 3 شهور، 4 شهور، فكان الجنود يشتكون، يا قائد احنا رجال ومحتاجين حريم، احنا نريد ان نمارس الجنس، فما في حريم. وطلعوا المارينا بعدين اللي يسمونهم، يا ريت الاخوان في امريكا، المارينز الجنود هذول اللي يروحون يسافرون بعض الدول ويقعدون في معسكرات ويتمون بال6 شهور و7 شهور متغربين يعني بروحهم رجال بحالهم. فاشتكوا، يا قادة احنا نبي نسوي جنس، احنا فينا شهوة، احنا فينا ما ادري ايش، ومثل عوزين ورجال في رجال، كل واحد ما يشوف هالجيكر اللي قدامه، نبي حريمنا يا اخي. فجاءت الفكرة لادخال وتجنيد النساء من اجل الدفاع، لا حبيبي، من اجل الحرية والقتال في سبيل امريكا وفي سبيل الناتو وفي سبيل روسيا. لا يا يبا، احنا ضحكنا على النساء وقلنا لهم مساواة، لا يضحك عليكم، حقوق المرأة. دخله المرأة الى الجيش بهدف شنو؟ الترفيه على الرجال. ضحكوا عليهم وضحكوا على الحريم، قالوا لهم والله احنا بنشغلكم جنديات، ولكن اتضحت الحقيقة بعدين، ان والله
هل هل هالناس اللي في البحريه طالعين 6-7 شهور مساكين، خلينا نطرش وياهم جنديات ويروحون بهدف ايش؟ ممارسه الزنا، ممارسه الدعاره، عشان الجنود يكونون مرتاحين نفسيا، الجنود ما يفكرون، الجنود يمارسون الجنس متى ما يبون، والتشجيع على البوي فريند والجير فريند والدعاره حتى في الجيش. حتى في الجيش احنا بنسوي لكم الدعاره وبنجيب لكم نساء يرفهون عنكم. عرفتوا اخواني الافاضل ليش دخلوا الحريم في الجيش الامريكي والجيش الروسي والجيش الاوكراني والجيش؟ بهدف الترفيه على الجنود، بهدف ان الجنود لا ينتفضون ويسوون والله اضراب ويسوون والله يعني مشاكل ويقومون الدنيا. احنا بنطرش لكم حريم يحاربون معاكم، اسم يحاربون معاكم، لكن الحقيقه شنو؟ ناموا معاهم، سووا الجنس، رفعوا عن نفسكم، بدلوا آيل يا حبيبي، بدل زيت يا حبيبي، بدل زيت يا حبيبي. نعم، ويطلعون بعدين الغرب النجس ويقولك حقوق المرأة، انه نا احنا اللي عطينا المرأة حقوقها. اي عطيتوا المرأة الحقوق؟ حقوقها يا كلاب يا انجاز، انتوا خليتوا المرأة داعرة، خليتوا المرأة عاهرة، ولبستوها لبس الشرف انها جندية وتقاتل. اي جندية واي تقاتل يا كلاب يا انجاز؟ كل هالمخططات اخواني الافاضل مفضوحة ومعروفة، وللأسف شبابنا المسلم يعني يتبجح انه والله شوفوا الغرب، شوفوا تطور الغرب وشوفوا الاختراعات. يا اخي احنا اذا فقدنا الرجولة وفقدنا الشرف وفقدنا الغيرة ضد نسائنا ونسائنا فقدنا الشرف، والله لا نريد هالاختراعات، لا نريد موبايلات، لا نريد دبابات، لا نريد صواريخ، لا نريد. خلونا احنا نرجع، تقولون والله احنا ساعات يقولون عنا متخلف، انا افتخر بالتخلف. انا اذا رجل غيور على زوجتي وبنتي وامي وحافظ على شرفهم فسموني متخلف، انا افتخر بالتخلف. عموما لا اريد ان اطيل، رساله حبيت انا اوصلها لكم لاجلكم تعرفون ليش انتم قاعد تشوفون البنات الجميلات في الحروب وفي الـ في الـ في الـ في, الـ في الجيوش لاجل القتال. قتال يا حبيبي، نعم نعم، قتال على السرير، قتال على السرير، نعم، انطلقوا انطلقوا للدعارة يا حبيبي. أتمنى الرسالة تكون وصلت.